اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم زعلوك الكوكوط باضافات اللي بسيطه غادي نعطيوه واحد المذاق واحد البنه خياليه ما غاديش تشبعوا منه. الكوكوط ديالي كندير فيها شويه ديال زيت الزيتون وكندير جوج حبات ديال المطيشه اللي حيت لهم الزريعه والقشره وقطعتهم صغيورين. كنضيف ايضا 4 ديال الحبات ديال الفلفل الالوان، درت صفراء خضراء حمراء وانتم كديروا اللي متوفر عندكم، ودرت ايضا 3 ديال الحبات كبارين ديال الدنجال الا كان عندكم الدنجال متوسط فتقدروا ديروا حتى 4 5 ديال الحبات. بالنسبه الدنجال راه نقصت منه شويه القشره ما خليتهاش كامله صافي، وكنقطعو كنضيفو حتى هو في الكوكوط. غادي نضيف شويه ديال الملحه باش الخضيره ديالنا كتجي مملحه وبنينه وما كتجيش باسله. كنخلط كلشي المكونات وكنسد الكوكوط ما كنضيف حتى قطره ديال الماء. البنات اللي اول مره غادي يجربوا هذه الطريقه غير جربوها وما تخافوش، السر هو النار تكون مهيله مهيله بحال الا باغا تطفى، راه ديك الخضيره كتطلق الميه ديالها فاش كطيب. صافي خليتها كطيب 20 دقيقه بالضبط، ومن بعد كنحل عليها وشوفوا معايا الشكل ديال الخضيره ديالي كيفاش كتكون. هذاك الدنجال والفلفله ومطيشه مع النار اللي كتكون مهيله كيطلقوا الماء فاش كيطيبوا كيشيط الخير تبارك الله كيف ما كتلاحظوا معايا، وفي نفس الوقت الخضيره كتجي بنينه الا ضفتوا الماء غادي تجيكم باسله. هنايا كنحاول نوريكم بان الخضيره ما كتلصقش وما كتحرقش نهائيا، شوفوا ليا ما شاء الله كيفاش كتجي. صافي كنحتفظ بها جانبا وكندوز كناخذ واحد الربيطه ديال المعدنوس، ما كنديرش القزبور كندير غير المعدنوس بوحدو، وكنفرمو واحد شويه ومن بعد كنضيف 7 ديال الحبات ديال الثومه. بالنسبه للزعلوك كيتواتب بزاف مع المذاق ديال المعدنوس وديال الثومه، غير كثروا خذوا راحتكم ما تخافوش نهائيا. غادي نضيف ايضا واحد 3 ديال الفلفلات حارين، بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الحار فيقدروا يستغناو عليه، انا درت 3 ديال الفلفلات حارين وراه ما جاش حار بزاف لان الكميه كبيره ديال الزعلوك. كناخذ المقيله ديالي كندير فيها هاد المكونات، غادي نضيف ايضا واحد المكون سر ديال هاد الزعلوك، هذا هو الحامض المصير، وداك الحامض المصير ديال الطنجيه اللي كيكون معسل وطيب مزيان. كنضيف ايضا زيت الزيتون وهذيك الخضيره اللي كنكون طيبتها من قبل. كناخذ هاد المكونات وكنحطهم على نار اللي كتكون مرتفعه وكنخليهم كينشفوا مزيان من هذيك الميه ديال الخضره، وكيبدا الزعلوك كيتقلى. حاولوا انكم تستعملوا بقيله اللي تكون ما كتلصقش باش هكا داك الزعلوك كيبقى كيتقلى وما كيلصقش لكم في المقله، وحاولوا انكم تبقاو مره تجيو تقلبوه دائما النار تكون مرتفعه حتى كيبان لكم بانه نشف مزيان، بقى كيتقلى غير في الزويته ديالو، ومره كيبان لكم بانه تحمر من الجوانب ومن الاسفل راه كيجي بنين بزاف. هنا في هذه المرحله الاخيره صافي حتى كيكون الزعلوك ديالي وجد كنضيف الزيتون الخضر مقطع، معلقه ونص ديال الكمون، معلقه كبيره ونص ديال الكمون لان الكمون كيجي زوين بزاف في الزعلوك، وديروه حتى الاخير. وضفت ايضا واحد راس معلقه ديال القزبور يابس تقدروا تستغناو عليه الا ما كانش متوفر، والزعلوك ديالي كيكون واجد كيجي غزال وبنين بزاف. تنتمنى فعلا انكم تجربوه، ما تنساونيش من لايكاتكم وتشجيعاتكم، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.